محبونه وعشاقه في كل مكان ومجال، ولن تتعجب عندما يصادفك مشجعون سخروا مواهبهم في عشق المارد الأحمر. ومعنا اليوم مشجعة أهلاوية بدرجة رسامة محترفة، هي أسماء شعيب التي عشقت القلعة الحمراء وسخرت موهبتها لرسم رموز ولاعبي النادي الأهلي. ريشتها تحاكي ملامح فنانين ورياضيين باحترافية شديدة، وتزداد إبداعاً وهي ترسم الشخصيات الأهلوية، ولها عشرات الرسوم لرموز القلعة الحمراء، ما جعلها تلقب برسامة الأهلي. مرحبا بحضراتكم، أول فقرة حوارية في 10 الصبح في أهلي بعد العودة، وعايزين كنا نبتديها مع موهبة في الرسم، وهي شخصية أهلوية جدا بترسم كل اللعيبة ورموز الأهلي، لدرجة كمان إن هي اتعرفت باسم رسامة الأهلي. وعايزة أقول لحضراتكم في تفاصيل كتيرة جدا هنعرفها منها، زي ما كنت بقول، ومين من اللعيبة قابلتهم، وإيه الكواليس اللي حصلت، وإيه الكلام اللي اتقال ما بينهم. خلينا نرحب بأسماء شعيب. صباح الفل عليكي. صباح الخير، منورانا. وقبل ما نبدأ عايزة أقول إن الأستاذة غادة رجب موصية عليكي جدا، وهي يعني من الناس، انت اصلا ناس كتير جدا على فكره على السوشيال ميديا كانوا بعتين، يعني بعتين لي عنك وبعتين لي كمان شغلك، فانت بجد شغلك مسمع، فدي حاجه جميله جدا. طبعا احنا هنعرض لحضراتكم الرسومات يعني المختلفه دلوقتي، لكن خلينا نعرف برضو جمهور الاهلي مين هي اسماء الملقبه برسامه الاهلي عشان برضو الناس تبقى عارفه. تمام. انا اسماء شعيب، لقبت برسامة الأهلي، خريجة خدمة اجتماعية، بعيدة كل البعد عن الرسم أصلا، بس أنا يعني الموهبة عندي بقى من صغري، فحبيت أن ننميها بعد ما خلصت جامعة، وبدأت أن أنا بقى أشتغل على نفسي وأرسم بورتريه، وحبيت أن أنا أرسم لعيبة بصراحة. وأول ما أخذت الخطوة أن أنا أرسم لعيبة، فكنت رسمت كابتن محمود الخطيب، أسطورة النادي الأهلي. بس وبعد كده بدأت الصور بقى تنزل على الميديا وبيدجات الأهلي، صح، وباسمي، والناس بدأت تشجعني وتدعمني، فكان خطوة كويسة يعني. هنشوف دلوقتي الصور، بس برضو عشان الناس تبقى عارفة، يعني انت موهبه مش دراسه، دي حاجه. الحاجه الثانيه انت اهلاويه جدا، فانت قررتي عشان بتحبي الاهلي، عشان انت اهلاويه، انك ترسمي رموز كبيره في النادي الاهلي، وابتديتي برمز جميل زي كابتن محمود الخطيب. يعني هي دي الفكره اللي جات لك. قابلتي كابتن محمود الخطيب قبل كده؟ للاسف لسه ما قابلتيهوش. انا متاكده ان شاء الله بعد الفقره دي ممكن يحصل يعني. يا رب. خلينا لو تسمحوا لنا برده نشوف الرسومات، ونبدا بصوره كابتن محمود الخطيب برده. قولي لنا بقى، انت بترسمي من صوره، من ريفرنس، بترسمي بقلم رصاص؟ يعني خليني الناس برده عشان تبقى عارفه. لا، هي دي الصوره دي انا رسمتها في الاول خالص. دي اول صوره رسمتها كابتن محمود الخطيب. دي اول صوره تعمليها؟ انا رسمت له صوره ثانيه من قريب، وهي وصلت البيت عنده، بس وديتيها له، هي وصلت بس انا ما قبلتوش، بس هو حصل عليها يعني. أخذها. حلو جدا. بس فدي انا رسمتها ونزلت على بيدج الاهلي اليوم. وكان حاجه كويسه جدا، في تفاعل كبير عليها، وكان بعديها مستر فايلر، فهي اول صورتين كان وش السعد عليا يعتبر. شفتي بقى انت يا زين ما اخترتي طبعا. هل ممكن ترسمي يعني اسماء من وحي طبعا الراحل كمان صالح سليم؟ دي انا اخذت فيها جايزه مركز تاني على مستوى الجيزه، على مستوى الجيزه، مستوى الجيزه، وانا بعتها للفنانه جميله يسرى ونزلتها عندها، فكان حاجه كويسه ان انا. طبعا انت بترسمي كل شخصيه يعني بروحها. كهربا كل شخصيه بروحها، صح؟ أيوة. كده يعني الصوره تحس ان هي الروح هي بتنطق بالظبط. ده انا فعلا لاحظته. كابتن محمد الشناوي، قفشه، مجدي قفشه، دي ممكن. مستر ميشيل ده بقى يعني حاجه كده جميل قوي. قابلتيه على الحقيقه؟ قابلته وعمل لي فيديو مرتين او ثلاثه، وقابلته وسلمت الصوره واتصورت معاه، فكان حاجه جميله قوي يعني. مين من اللعيبه كابتن اسلام الشاطر، مين من اللعيبه قابلتيهم يعني سلمتيهم الصوره بايدك؟ كابتن وليد سليمان، دي يعني حاجه بقى، بصي كده عظمه بصراحه. الحقيقه حاجه يعني جميله قوي. ايه بقى الكواليس اللي حصلت؟ لا، هو حاجه جميله قوي، ودخلني التتش وسلمت الصوره وتصور معايا وكلمني بذوق وادب، وحاجه جميله قوي، ولحد الان في تواصل الحمد لله معاه، ودايما بيشجعني لما بيشوف شغلي وكده.
وكابتن محمد محمود ربنا يرجعه بالسلامه ان شاء الله. برضو مقابلته جميله جدا، كابتن كهربا وحسين الشحات، يعني بصراحه يعني حاجه كده جميله قوي. قابلتيهم كلهم؟ قابلتهم وتصورت معاهم. كابتن سيد عبد الحفيظ وبرضو في تواصل معاه الحمد لله. يعني سياده العميد محمد مرجان حلوه الصوره دي برضو. هي وصلت، هي وصلت كابتن محمود الخطيب، بس للاسف ما عرفتش اقابل الاثنين. انا قابلت كابتن فاروق العمري. انت رحت مجلس الاداره كمان؟ قابلته. ام سيماني بقى لسه يعني برضه. بيتسو ده انت رسماه ولا ده ايه؟ انا رسماه وبرضه انا جبت الصوره. احنا معانا بقى الصوره هنا كمان. يعني انا رسماها بالفحم ابيض محمد فحم شريف. بس الابيض على ورق ملون. معلش انت عشان برضه الناس تبقى عارفه، انت هنا رسمه رسمه بايه بالظبط؟ ده فحم، فحم وبست الابيض. حلوه، مش هتعلميني؟ انا على طول عمري نفسي والله اكون بعرف. تعالي اعلمك. لا وبرده ملامح، انا حاسه ان دي مش من صوره، دي انت رسمها. لا من صوره والله، بس كان بدايه اول ما جه النادي. اول ما جه استلم في الاهلي وانا يعني كان ترشيحي ان انا ارسمه على ورق ملون وحاجه مختلفه وخامه انا ما استخدمتهاش بصراحه، فالحمد لله كانت نتيجه حلوه. يعني قابلتي بيتسو موسيماني على الحقيقه ولا لا؟ لا انا عايزه اقول لك انا قابلته، شخصيه جميله جدا، راجل لطيف جدا. قابلت طبعا برضو يعني كابتن بيبو، قابلت معظم اللعيبه يعني، بس كمان موسيماني من الشخصيات اللطيفه جدا. اكيد اي حد ينتمي للنادي الاهلي اكيد هو ده كلام. هو ده كلام حقيقي. خليني اعرف منك برضو، يعني انت بتدرسي يعني انا بتكلم هنا على الرسم تحديدا، هي موهبه بس انت بتشتريها بدراسه؟ يعني بروح ورشه وبتعلم وبمشي خطوات، طبعا غير ان انا برسم البورتريهات دي، ده الشغل ليا انا. انا برسم حاجات تانية بقى وعلى مساحات اكبر وبوصل لمتر في 70 والكلام ده كله، يعني لوحات زي موديل وكده يعني. بس اما الشغل ده انا عشان انا بحب الاهلي، بحب الاهلاويه، بحب اللعيبه، فبحب ان انا اطور من نفسي اكتر واشتغل اكتر وارسم لعيبه، والحمد لله بيبقى فيه تفاعل ان الصور بتوصل للعيبه. انت ده بترسمي لعيبه النادي الاهلي، انت واصله كده ل 80 مليون واكتر، فانت يعني الحمد لله ده ربنا. قاعده عظيمه من الجماهير والمصريين اكيد تحديدا. انت كمان رسمتي عم حارس؟ انا ايوه رسمت عم حارس وسلمتيه، وكان مبسوط جدا. جميل عم حارس، من الرموز الاهلاويه العظيمه، واللي خرج على ايده اجيال، وراجل جميل، ما فيش حد الا لما بيجيب سيرته يعني بكل خير. حقيقي راجل جميل ومتفاني في شغله. احكي لنا بقى كان احساسه ايه وقتها؟ لا كان مبسوط جدا، يعني انا شفته مع مقابله كابتن وليد سليمان، قلت له ثواني انا مجهزه لك صوره ولازم انا اتصور معاك. قال لي ده انت شرفتيني وشرف ليا، وانا بجد مبسوطه جدا ان انا قابلت يعني رموز جميله جدا في النادي الاهلي، ونادي كبير وعريق طبعا، وكيان يعني حاجه عظمه بصراحه. كيان عظيم وكلنا بنفتخر اكيد بالانتماء ليه. وكمان عايزه فيها صوره كابتن سيد. كابتن عبد الحفيظ انت قلتي عليها. كان يوم جمعه على فكره. انا فاكره الايام. فاكره الايام من انت فرحانه جدا. طبعا برضه كابتن سيد قال لك ايه على الرسمه؟ لا شكرني، وطبعا انا كنت موصلها الصوره قبل كده قبليها على الواتس، وحدد لي ميعاد، وانا بوصل اول الصور وبيحددوا لي ميعاد وبروح اقابلهم، فبتبقى حاجه كويسه. والحمد لله لما بدخل التتش معظم الامن، معظم الناس، معظم كله خلاص حفظ اسماء شعيب رسمت الاهلي. رسمت ده لقب على فكره، عشان تحصلي عليه ده لقب عظيم. خلي بالك انت يعني وصلتي لمكانه كبيره جدا عشان يتقال عليكي رسمت الاهلي بجد. أيوة بس تستحقيها يا اسماء حقيقي. قبل ما نختم الوقت بيجري، بس مين من اللعيبه دلوقتي برضو بتتمني ان انت ترسميه وتقابليه، وفي نفس الوقت ايه مخططاتك لو حاجه تابعه برضو للنادي الاهلي؟ طبعا اللعيبه كلهم اتمنى ان انا اقابلهم كلهم وارسمهم كلهم يعني، واعضاء مجلس اداره زي انا رسمت استاذ محمد الجرحي ودكتور محمد سراج، والحمد لله الصور وصلت يعني حد ما يعني يقولوا في مس شويه. بس مخططاتي بقى ان انا نفسي يعني بصراحه جوه الكيان نفسه، اشتغل جوه الكيان وابقى فعلا رسامه، مش لقب بس على السوشيال ميديا، لا يبقى حاجه واقعيه وحاجه حاجة كده يعني فعلا حاجة تشرف النادي الأهلي وأنا أتشرف بيها أكتر من أي حاجة. طبعا يعني. عملتي معارض حاجات أنا زي كده؟ أنا اشتركت في معرض، أنا معايا هنا شهادات تقدير، حاجات بسيطة كده. أنا عارضها برضه محمد هاني. حلوة الصورة دي برضه.
انا اشتركت في معرض كليوباترا. يعني انت كمان حاصله على شهادات تقدير. مش بنتكلم على شكل بس موهبه وخلاص، احنا بنتكلم على دراسه ومستوى احترافي. وده الشهاده اللي اخذت فيها مركز تاني بسبب صوره كابتن صالح سليم. برافو عليك. دي طبعا عندي انا من المركز، عندي من بلدي من الصف. اعرضيها هم هيجيبوها. فده يعتبر حاجه من شغلي، وانا مبسوطه من الناس اللي هي بتدعمني على السوشيال ميديا طبعاً. يعرفوني او مش يعرفوني وكده من جميع محافظات مصر. بقول لك انت جايلك توصيه من ناس كتير جدا على السوشيال ميديا، بيعملوا لي منشن وعايزين اسماء شعيب رسامه الاهلي ويحطوا صور رسوماتك. أيوة يعني لا يعني كل التوفيق بجد. وهخش بقى بعد كده على مذيعين قناه الاهلي، هتبقى حلوه برضو. يعني الخطوه الجايه بقى باذن الله. بجد مبسوطه برضو من الناس اللي هي بتقارني او بتحطني مع الهداف محمد شريف ان هو من بلدي. يعني حاجه جميله ان احنا الاثنين يعني من نفس المكان وطلع وفي الكيان. صحيح. دي حاجه تعرفيه على المستوى الشخصي. شفته وعرفته بنفسي وعرفني وتم التواصل، يعني الحمد لله. حلو جدا. اسماء نورتينا بجد، وانا انبسطت بموهبتك، وان شاء الله ربنا يوفقك ونلاقيكي بقى في النادي كل ما نروح كده، ويبقى ليكي زي بوث صغير او حاجه بجد باذن الله. باذن الله. كل التوفيق ليكي. شكرا جدا. فاصل سريع، وبعد الفاصل زي ما كنت بقول لحضراتكم فقره هيكون معانا كابتن اسامه عرابي، ملفات كتيره جدا عايزين نناقشها معاه، بس بعد الفاصل.